هذه واحدة أعتقد أنها واحدة تتكلم عن حلقة إن ليش الزوجة ما تطيع زوجها وهي في الدوام تطيع مديرها وسميت ذلك نفاق. فأعتقد هذه واحدة تقول المدير ما يتدخل بحياة الموظفة، الموظفة تطيع مديرها بالعمل، بالعمل فقط، عمل وتوجيه، خطة عمل وتوجيه في العمل. يعني هي تقصد إيش؟ إن أنت ليش زعلان؟ تطيع المدير لأنه في العمل وبس في العمل، والمدير ما يتحكم في حياتها. ليش ما تطيع زوجها؟ هل تعلمين إن وظيفة المرأة في البيت، وظيفة المرأة في البيت هي الوظيفة الأساسية اللي الله خلقها عشانها؟ الله خلق المرأة لجل أنها تكون زوجة، شئتي أم أبيتي، الله خلقها زوجة، وهي تحب، فطرة المرأة تحب أنها تكون زوجة. فوظيفتها الأساسية تكون زوجة، وظيفتها الأساسية الثانية بعد ما تكون زوجة تكون أم، وهي تحب تكون أم، تحب تربي الأجيال. لكن أنتوا كرهتوها في الأمومة وخليتوها تكره زوجها وزرعتوا العداوة والبغضاء. لا تقارنين ما بين المدير وما بين الزوج، طاعة الزوج من طاعة الله سبحانه وتعالى، في طاعة الزوج دخول الجنة، وهذا حديث للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، من صلت فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها دخلت الجنة من أي باب انت شاء. حديث للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، انت قاعدة 2000 حكي من وين جايبت انت؟ وبعدين أبشرج إن والله هناك كثير من الحريم جاريات وعبدات عند المدراء. إيش رأيك؟ المدير يتحكم في لبسها، المدير يتحكم في عطرها، المدير يتحكم في مكياجها ومثل الكلب ساكتة، المدير ينام وياها، المدير في بعض الدول ودول عربية يقولها روحي رقصي في حفلة مع الوزير ولا رقصي مع، نعم المدير يقول لها انت ريسبشنست لبسي الطريقه اللي احنا بيها كذا 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 كذا، المدير يقول لها تطلعين نعم حلال وحلال وحلال. المضيفة الطيران مثل الخدامه، تيب الاكل وتيب وتروح تنظف الحمام والكاكا والبول وما ادري شنو، وتروح واحيانا تبدل البامبرز حق بعض اذا وحده ام، وتسوي كل الاعمال المهمه نو بروبلم. لكن في البيت لا، زوج الزوج عدوك، الزوج هذا لا تطيعينه، لا تكلمينه، لا تسمعين كلام، لا 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 لا، اضطهاد، عبودية، قاتل الله إني راح يبيع بصل، لا 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 تبيعين بصل، عارفين التبن؟ تعرفين التبن؟ راح يتغدى على تبن الحين، الأجواء حلوة ورومانسية، وشغلي لك كم من شمعة، حطي لك تبن، وشربي لك جلاس بول، وروح يبيع بصل يايبة، قاتل الله الأشكال النجسة والمعفنة، أنتم وين طالعين حسبي الله عليكم؟